Ladies and gentlemen, on behalf of Lieutenant Colonel Abdullah, Commander 4th Battalion, 22nd Brigade, and Lieutenant Colonel Richardson, Commander 5th Squadron, 4th U.S. Cavalry, welcome to the 2nd Brigade transfer of JSS GAZ 3 to Iraqi Army Control. سيداتي سادتي نيابة عن السيد المقدم عبد الله آمر الفوج الرابع اللواء 22 الفرقة السادسة والمقدم ريتشاردسون قائد فوج سرب الخيال الخامس لواء الفرسان الرابع نرحب بكم في مراسيم نقل المهام الأمنية وتسليم سلطة المركز الأمني المشترك غزالية 3 من سلطة اللواء الثاني إلى سلطة الجيش العراقي. This ceremony serves to render honors to the relinquishing commander and soldiers Blackfoot Troop, 5th Squadron, 4th U.S. Cavalry Regiment, as they transfer authority of this post to the Iraqi Army, but also to honor the 4th Battalion, 22nd Iraqi Army Brigade, as they take full control of this security station and continue to protect the people of Ghazaliyeh. تقام هذه المراسيم لتقديم التشريفات والاعتزاز إلى مغادرة قائد وضباط وجنود سرية الفرسان القدم السوداء من فوج سرب الخيال الخامس من لواء الفرسان الرابع ونقل السلطة وزمام الأمور لهذا الموقع إلى الفوج الرابع من اللواء 22 الفرقة السادسة لقوات الجيش العراقي وتسليمهم المهام العسكرية والتنفيذية لهذا المركز الأمني المشترك واستمرارا لحماية أهالي الغزالية. Today's special guests for the ceremony are Brigadier General Swan, Colonel Martin, Colonel Hamza, Lieutenant Colonel Richardson, Lieutenant Colonel Abdullah, Lieutenant Colonel Ayad, Command Sergeant Major Battle, Command Sergeant Major Tompkins, Sergeant Major Ali Aboud, Lieutenant Colonel Suja, and Sheikh Razak. ضيوف شرف اليوم بالمراسيم العميد سوان والسيد العقيد جوزيف مارتن ورئيس العرفاء اللواء دونالد بارل والمقدم جون ريتشاردسون الرابع السيد المقدم عبد الله ورئيس عرفاء الفوج تومكنز ورئيس عرفاء الفوج علي عبود السيد العقيد حمزة المقدم اياد المقدم شجاع والشيخ رزاق. This transfer of authority signifies a new chapter in the growth of the Iraqi security forces. Progress in Iraq is happening at an astonishing rate. As hospitals, schools, and stores are built in Baghdad, opportunities for new technologies to be utilized are endless. The Iraqi army is committed to protecting these assets and helping to maintain people's faith in their government. Transferring this security station to full Iraqi army control is a giant step in validating the work the IA have done for so long. Not only represents the advent of a modern and more unified Iraq, but also the strength of coalition forces' commitment to working with the citizens of Iraq to shape with them a bright future. أن مراسيم نقل السلطة هذه تبين الفصل الجديد من النمو لقوات الأمن العراقية ويبرهن أن التقدم في العراق يحصل بشكل مدهش فأن المستشفيات المدارس المحال التجارية قد بنيت في بغداد وهذه فرصة لاستخدام تكنولوجيا جديدة لا نهائية
أن الجيش العراقي ملتزما وحريصا لحماية وديمومة ومساعدة المواطنين وتوثيق إيمانهم بالحكومة، وأن نقل وتحويل السلطة الكاملة لهذا المركز الأمني المشترك إلى قوات الجيش العراقي هي خطوة بناءة وكبيرة وتصديقا لعمل الجيش العراقي والذي عملوا به لفترة طويلة، وأنها ليست فقط لتمثيل الوصول الحديث للعراق الموحد فحسب، بل إنه كذلك لمنح القوى لقوات الائتلاف للالتزام تجاه المواطنين العراقيين لتمجيد معهم المستقبل البراق المشرق. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Richardson and Lieutenant Colonel Abdullah will now sign the transfer of authority agreement for the handing over of this security station in full Iraqi army control. سيداتي سادتي، يقوم الآن المقدم ريتشاردسون والمقدم عبد الله بتوقيع اتفاقية نقل السلطة وزمام الأمور لتسليم المركز الأمني المشترك إلى سلطة الجيش العراقي بالكامل. سيداتي سادتي، الرجاء الوقوف لعزف النشيد الوطني. سيداتي وسادتي، بهذا نعلن انهاء المراسيم لهذا اليوم. نشكر حضوركم المشرف لهذه المراسيم. كل موفقية ان شاء الله. الله يحفظكم. الله يسلمك. 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 ال